انت حوان البايع. امشي يا اخوي. رزع هنا. ايه في الباب؟ اوعات كنت نسيت اللي انا قلتهولك. ايه؟ انسى ازاي؟ ده كلامي حضرة العمدة. براوة عليك يا والي. خد. دي 5 جنيه. حلوة. ليكوا كلكوا. مش حلوة. شوف بقى. أنا الموقف ده كبير، وأنا ما انساش رجالتي وفي فلوس كمان. يا سلام. ربنا ما يحرمناش منك. أنا مش عايزكم تخافوا من جناب المأمور. ومش عايز كلمة كده ولا كلمة كده. لا كلمة تنقص ولا كلمة تزيد، اللي قلناه بالظبط هو اللي يتقال. ومحدش يخاف ولا يتلجلج من حاجة أبداً. تجاوبوا كده صح سليم، كأنكم بتقولوا الحق، والحق ما يخوفش. أنا عايز العدالة تاخد مجراها للنهاية. فاهمين اللي أنا قلته ولا مش فاهمين؟ هما فاهمين. فاهم هتقول إيه؟ هنقول الحقيقة بالظبط. مش الحقيقة يا حمار، هنقول اللي اتفقنا عليه. خلاص يبقى نقول اللي اتفقنا عليه. أنت بالذات ما تتكلمش خالص. ها. ما تنطقش. ها. العمدي. أنت كنت فين يا نيلة أنت كمان؟ أني أصلي حضرتك ما دريتش باللي حصل، ما عرفتش إلا لما لقيت عربية جت خدت جتة الواد محروس وطلعت بوها على المشراحي. أم جناب المأمور جه قلت أجاوب لحضرتك. وصل. حضر له العشاء بسرعة. أيوه. اتفضل. اهلا يا جناب المأمور. كانوا عايزين يهربوا من البلد. ايه دي هي سايبه ولا سايبه؟ لما كل واحد يعمل له عمله سوده ويهرب من البلد يبقى انا بقى مش عمده ولا ليا اي لازمه. صدق جنابك اني لا جالي نوم ولا غمض لي جفن ولا عرفت اكل لقمه طول ما العيال دول هربانين. ايوه امال عشان تعرف ان وراك رجاله. مين البت اللي كانت بتصرخ بره دي جنب الجثه لما شالوها؟ ايوه دي البت اللي كان كاتب كتابه عليها المدعو القتيل المجرم ده. ده خيب امالها بعيد عنك. اعوذ بالله لو كان سمع كلامي انا ياما نصحته، بس هو كان عمره بسنانه ولا المجنون ابن المجنونه التانيه اللي اسمه ابو العيله دي. الواد قعدت اقول له يا واد عيب ما يصحش كده، ما تدخلش رجاله غرب في بيتك. استغفر الله العظيم من كل ذنب. لكن تقول ايه؟ ما عادش فيه رجاله في البلد يا اولاد ولا ايه؟ ده الواحد يعني ما بيطقش حد يسلم على جماعته سلام كده اهو. مش كل الناس زيك يا عمده. قطعه الناس اللي كده، بس الحمد لله زي ما تقول ربنا خد لي بطاري. ايوه امال ايه؟ اصل الاتنين محقوقين لي قوم وقعهم في بعض الوقعه السودا دي. ده هبش مراد ده، قوم ده قتل ده، قوم الاتنين غرف 60 داهيه. حكمتك يا رب. هو العشاء اتاخر ليه؟ ها افتح المحضر يا ابني. ربنا على الظالم والمفتري، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا على الظالم والمفتري، انت القوي على كل قوي يا رب. ما تخافش يا ابو العالي، ما تخافش، ربنا شاهد وعارف كل اللي بيحصل. ربنا مش هيسيبنا يا ابو العالي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في المفتري والظالم، حسبي الله ونعم الوكيل. وائل علم الدين زهران. ايه اللي حصل غفير؟ اني يا سعاده البيك انا عندي نوبه سهر اني وكامل. اني قلت اسيب كامل عشان اشوف الامن وهو مستتب. ها وبعدين؟ وبعدين يا سعاده البيك بصيت لقيت الواد محروس بيجري من دار ابو العيله. شويه ولقيت ابو العيله بيجري وراه. شوية ولقيت فاطمة بتجري وراهم، قلت فاطمة راح تحصل أبو العيلة. أنا طبعًا كان كل همي إن أمسك أبو العيلة وأمسك محروس. روح ناديه لكامل، قلت له يا كامل روح بلغ العمدة إن محروس وأبو العيلة كانوا بيجروا برا البلد ووائل مسكوا. ماشي يا سيدي كمل. وبعدين يا سعادة البيه العمدة جه ومعاه الغفر كله. الواد محروس شاف الغفر هلين علينا راح هاجم عليا، راح الواد ابو العيله ناتش بندقيه من الغفر وراح ضارب طلقه راح اتجيف الواد محروس طب ساكت على الارض. المره اللي فاتت كان محروس هو اللي خطف البندقيه بتاعتك، حسب بقى اتذكر المره دي ابو العيله خطف بندقيه مين؟
الحقيقة سعادة البيه أنا ما أعرفش، الكذب خيبة، بس أنا شفت أبو العيلة وهو ماسك البندقية، أنا كان كل همي إن ألحق محروس يمكن يكون فيه الروح، لكن لقيته مفرفر آخر فرفرة. أهو راح فطيس بعيد عنك، كان يجرى إيه بس لو كان سمع كلامي؟ سبحان الله. وأبو العيلة يقتل محروس ليه يا غفير؟ يا سعادة البيه العلم عند الله، وبعدين لا مؤاخذة يعني البيوت أسرار، وإن الله حليم ستار. هو عارف منين اننا كنا هربانين؟ وايه اللي رمى محروس في سكتنا؟ ايه اللي رماك يا محروس في سكتنا السعادي؟ الله يرحمك يا اخوي، الله يرحمك يا محروس ويصبرك يا مناري، ويكون في عونك يا ابو العيله. الهي تنشل يا عمي، الهي ربنا يبتليك بمصيبه ما تعرف جايه لك منين يا بعيد. الهي ما تكسب ولا تربح يا عثمان، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. خلاص انت غفير، اللي بعد. يعني الغفير كامل. اللي بعده ايه؟ احنا كده في عيدنا الاول بقى نشرب الشاي كده ونستمخ وبعدين نكمل. نشرب الشاي. شاي ايه يا ابوي؟ شاي ايه سعادتك اللي راح تشربوه والبلد فيها كتير؟ كل حاجة وليها إجراءاتها يا عم الشيخ، واني ما اقدرش اعمل حاجه الا باذن الحكومه. ازيك يا شيخ محمود؟ ما تاخذنيش سعادتك على دخله دي، اصل ده موضوع عمره ما حصل في بلدنا من سنين طويله، اول مره تحصل حادثه كتف. وبعدين ايه اللي سامعه من الغفر ده سعادتك؟ ابو العله هو اللي طخ محروس يا عمده؟ انا يا اخويا ما اعرفش حاجه ولا شفت حاجه، اللي شافوا عارفين هم الغفر، وهم بيقولوا اللي هم شافوه، وكل واحد بقى مسؤول عن كلامه قدام ربنا ومسؤول عن كلامه قدام جناب المأمون. ده ابو العيله لو مسكوه سكينه وحطوها على رقبه فروجه ما يعرفش يذبحها. ايه وانت ناسي يعني ان هو حاول يموتني قبل كده؟ يا ابوي نسيتيه وفاكريه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يا فاكرني مصدق الكلام ده من اصله؟ انت يا عمده راح تغني وترد على نفسك؟ احترم نفسك وتكلم كلام على قدك، ايه اللي بتقوله ده؟ أنا عارف كلامي زين وعارف بقول إيه. طيب قول لي أنت، أبو العيلة كان عايز يموتك ليه؟ ما تقول. روح اسأله هو يا أخوي، اسأله هو، شايل في قلبه إيه من ناحيتي؟ واسأله هو جه هنا ليه وكان عايز إيه؟ يا أبوي أنت اللي مشيع له وبعت له، ياك نسيت أنت؟ لا ما نسيتش، بس اللي أنت بقى ما تعرفوش إن هو راح يستسمح الشيخ مبروك عشان يقابلني، والشيخ مبروك جاي يتوسط لي، وأنا قلت عشان خاطر الشيخ مبروك بس، قلت وماله؟ أهو واحد برضه من أهل البلد، حقه علي إن أنا أقعد معاه وأتكلم معاه وأسمع له وأشوفه عايز إيه، مش أنا برضه المسؤول وواجب علي أقعد مع كل واحد وأسمع له؟ مش دي شغلتي أراعي مصالح الناس؟ واسأل الناس كلها أنا عملت معاه إيه؟ ده أنا وقفت جنبه وعملت معاه اللي ما يعمل. مش أنا برضو اللي جبت له الحكيم يعالج له رجله؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ ومش أنا برضو اللي اديت له فلوس وهو متلقح في البيت مش لاقي شغلانه ولا حد بيسال فيه وبيديله مليم؟ ولا دي برضو ما تعرفهاش؟ ومش أنا برضو اللي قلت له يجيب البيت مراته تشتغل هنا في الدوار عشان يسترزقه؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ ومش أنا برضو اللي عرضت عليه يجي يشتغل عندي غفير في الارض واديله مرتب يومية ما يحلمش بيها ولا أكبر خوجه؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ هو بقى اللي رافض، أعمل إيه تاني أنا بقى؟ لا يا أبو، عملت والله، عملت كتير قوي قوي قوي. والسؤال عاد، ليه عملت كل ده مع أبو العلا؟ ها؟ وليه أبو العلا بالذات؟ أبو العلا الطحان جوز فاطمة. وإيه اللي بالذات دي؟ أنا خاري على البلد كله، وأنا بقى مش لازم أمشي للناس وأقول أنا بعمل إيه وبدي مين إيه وليه؟ ولا أنت مش واخد بالك؟ أنا عارف كل نفر في البلد محتاج إيه ومين محتاج ومين مش محتاج، وأنا الحمد لله من فضل ربنا علي مكرمني ومخليني بدي كل اللي بقابله، وأنا اللي بديه باليمين ما بتشوفوش إيد الشمال، واللي باخده بالشمال ما حدش بيشوفه أصلاً. وبعدين فيه إيه؟ أنت جاي تحقق وياي في وجود جناب المأمور ولا إيه؟ إيه ده بس يا عمدة، مش كده؟ ما هو مش كلام ده يا جناب المأمور، فور دمي
يعني الواحد يعني يعمل كل ده للناس ولا عارف ينام ولا ياكل ولا يفكر؟ ده انا بشيلها من بقي يا راجل عشان يعني بلاش بقى الواحد يتكلم بقى، بلاش يتكلم. والله انت صعبان علي يا راجل. الله يكون في عونك انت، الله يعينك على نفسك يا عمده. السلام عليكم. على فين يا شيخ محمود؟ راح اشوف البنيه الغلبانه اللي كانت راح تموت نفسيها دي، واسيب سعادتك تعمل اجراءاتك وتمارس عملك، يمكن ربنا يقدرك وتوصل للحقايق وتحقق العدل اللي ربنا راح يحاسبكم عليه. السلام عليكم. سلام. فور دم الله يحرق دمه. بس انت اتحمقت قوي كده ليه يا عمده؟ ما هو مش معقوله برضه يا جناب المأمور الواحد يعني تعب نفسه كل ده ومفيش حد بيقدر اصلا. سيبك انت بقى من الكلام ده كله وخلينا نهدى كده ونقوم نتعشى. مالوش لزوم العشاء بقى. لا مالوش لزوم ايه؟ ده انا قايل لهم يذبحوا بطايه وكام حمامه كده يعني لزوم العشاء، وبعدين نرجع للتحقيق. هو التحقيق هيطير ولا هيطير؟